ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بقالنا كتير قوي ما عملناش فلوجز، وبقالنا كتير قوي ما جيناش هنا في الجيم في ذا كلاب يا جماعه. طبعا القعده نفسها مختلفه لان ما شاء الله ذا كلاب وسع وبقى دورين، ومهابه هحط لكم تحت الصفحه بتاعه الانستجرام بتاعتهم. النهارده يا جماعه انا في ضيف عزيز على قلبي، بس انا قبل انت جبت الكاميرا حرقت المفاجاه صح؟ الراجل يا جماعه ده انا مش هقول اسمه لسه، يعني بطل اسيا، بطل اوفرول، يعني هو بطل فئه ال105 واوفرول ماسترز. والراجل ده يمكن ناس كتير مش عارفاه بس هو مصري طبعا، يعني يا جماعه كابتن احمد الضاوي طبعا، وملوش اي صله اقرب بسيف الضاوي قبل حد يسال. ماشي، راجل منورنا هنا في مصر، هو مقيم في قطر، وبقالنا قد ايه تقريبا مع بعض يا احمد؟ او في حدود 3 شهور. هو الوقت الحلو بيعدي بسرعه. انا حاسس ان انا اعرفك من فتره، ان احنا بعد كده طلعنا جرام في مصر. ف احمد يا جماعه يعني بقاله اعرفه من فتره، بنتكلم يعني في حوالي 14 اسبوع. بس بصراحه يا جماعه يعني بجد شهاده. اولا يعني الواحد دايما بيبقى مبسوط لما يلاقي حد فاهم هو بيعمل ايه ومتفوق في الحاجه اللي هو بيعملها. حتى انا بحس ان التدريب مع احمد مش ان انا بضرب احمد، لا احنا بنتناقش بنتكلم، هو بيقول لي انا كنت بعمل كذا، انا اقول له طب ممكن نعمل كذا، بيبقى في نوع من انواع التعاون. ودي على فكره المرحله اللي انت دايما هتوصل لها بعد فترة مع تدريبك مع مدرب، فتح لك مساحة التواصل وفتح حتة ان هو ياخد ويدي معاك. يعني انا طبعا مش هتكلم لان الراجل يا جماعة بصراحة احنا يعني لو لبسنا ميداليات اللي جابها في اخر بطولة هنبقى ماشيين كده، فانا هسيب الراجل يعرف نفسه وبعد كده يقول لنا هو عنده ايه في التمرين النهاردة بقى على اساس ان انا مش انا اللي بوظان. صباح الفل يا شباب. انا اسمي احمد ضاوي، مصري مقيم في دولة قطر، بلعب باور ليفتنج من حوالي 2018-2019، بس يعني الموضوع كان تمرين، يعني ما كانش فيه عندنا لسه بطولات وكده. الحمد لله رب العالمين، يعني زي ما كابتن سيف ما قال لعبنا بطولة اسيا كانت في شهر 12، الحمد لله فزت بمركز اول ماستر 105، خدت ذهبية في السكوات وذهبية في البنش بريس، وخدت فضية في الديد ليفت، وخدت سكند اوفر اول الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله متأهلين لبطولة العالم، ودعونا بقى ربنا يوفقنا في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله بطولة العالم يا جماعه، بطولة العالم مش هتكلم، انا سيبها لكم بقى ان شاء الله عشان نحط حاجه كده، احنا بنعمل في صمت. شوف الدنيا في بطولة العالم عندنا ايه النهارده يا كابتن احمد؟ النهارده عندنا اعتقد اخر البلوك عندنا ضرب نار. عندنا ضرب نار النهارده، عندنا سكوات وعندنا بنش بريس وعندنا ديد ليفت، كل حاجه ما سيبناش حاجه، عندنا بطوله النهارده. النهارده يا جماعه عندنا يوم اس بي دي. احمد يا جماعه زي ما انتم عارفين ان هو جاي هنا في مصر، مش مقيم هنا، فكان بسبب بقى الظروف وبسبب المشغولات طبعا اللي عنده، احنا قررنا ان احنا نخلي او نغير الاسبوع ده يبقى عنده اس بي دي، بحيث ان احنا نحاول زي ما يقول لك ايه، يقول لك كرايسيس مانجمنت، اللي هو احنا في حاجه وفي ظروف معينه، فبرضه لازم تكون فلكسبل. وليه بقول لكم الكلام ده؟ لان انت حتى وانت في اعلى مستويات، حتى وانت ما شاء الله عليك بطل، لا طبيعي ان انت هتمر بظروف حياتيه، هو ممكن المكان ده بعيد شويه عن بيت، فلا احنا هنيجي نتمرن هنا بالمعدات اللي موجوده، وبعد كده بقيه التمرين ممكن نسهلها ونغيرها. ودي الحاجات او الفلكسبيليتي او المرونه اللي ممكن تلاقيها لو انت فعلا فاهم انت بتعمل ايه، او عارف انت بتعمل كل حاجه لايه. حط ايدك على الكاميرا، هنغير، خش في التمرين. بقيت العب دكتور وانا اكيد ما كوتش. لا يعني 120 كانت عامله زي 110، دي معموله هاند ميد تقيله. حتى الحديد بردان. الرياح معاك تمام ولا؟ حلو كويس؟ جميل. حط 170؟ اه ماشي. ماشي ما شاء الله. ايزي. ايزي ما شاء الله. ايه الاخبار؟ لا حلو. كويسة؟ هو البتاع عارف انت ان هو عايز يبقى بين ده وبين ده. اه هو الراك. يا جماعة 245. اخر ورم اب، بس قبل كده احنا عايزين، انا بجد يعني عايز اسمع منك انت ايه كانت البدايه فين؟ الالعاب القوه عامه. لا كانت سترونج مان. سترونج مان. البدايه كانت سترونج مان. يعني احنا عندنا هناك بطوله في قطر معروفه جدا اسمها قطر سترونج مان. وانا كنت بتمرن في الجيم عادي، تمرين عادي، كان تمرين بودي بيلدينج. واحد زميلي قال لي يعني انت في الديد ليفت كويس، ممكن تروح هناك تصفيات.
رحنا التصفيات وكنت فاكر ان هي سنه 2016 او 2017، كنا حوالي 50 واحد. الحمد لله خدوا مننا 8 واثنين احتياطي، والحمد لله يعني كانت بطوله جميله واديت فيها يعني. وبعد كده كملنا لعبنا 5 سنين او 6 سنين سترونج مان، وبعد كده رحت الباور ليفتنج الحمد لله. طب وايه رايك في الباور ليفتنج؟ الباور ليفتنج ممتع حلو. اه ممتع. يعني انت بطوله اسيا دي كانت اول بطوله عالميه باور ليفتنج، ولا كان في حاجه قبل كده؟ في بطولات محليه تمام عندنا بننظمها، دي لعبنا فيها حوالي 3 بطولات تمام. وبعد كده جت موضوع بطوله اسيا الحمد لله رب العالمين، بس تجربه مختلفه خالص يعني. احساس تاني. احساس تاني يعني من الاخر، لو انت ما رحتش بطوله عالميه انت ما لعبتش باور ليفتنج. مش بالظبط كده يعني، انت ابدا عشان ما نديش للناس مثلا رساله اللي هو لو ما لعبتش عالميه تبقى ما لعبتش. لا العب، لو حتى في الجيم احنا بداناها بطوله في الجيم العب، بطوله في على مستوى الحي اللي انت فيه العب، العب وشارك، وبعد كده خبره البطولات وتدرج خطوه خطوه، والخير جاي والبطولات الكبيره جايه. بس ابدا وخلي عندك هدف ان انت تتميز في المحيط اللي انت فيه. يعني لو جيم حاول ان انت تكون فيه مميز، لو مثلا منطقه او حي او نادي كبير حاول ان انت تكون فيه مميز، وبعد كده كل ما تتميز اكتر تطلع بره، تروح بعد كده بقى بطولات اقليميه، بطولات على مستوى الدوله، بطولات عالميه بعد كده. ده يعني وفقا للتقدم بتاعك وانت واخد الموضوع جد قد ايه. بس طب انت ايه رايك في الناس اللي بتقول لك مثلا يعني انا عايز افضل اتمرن واقوى وعايز اجرب في الجيم بس مش عايز اخش بطولات عشان عايز لما اخش في احسن مستوى واكسب على طول؟ ايه رايك في الكلام ده؟ الفكر ده غلط، الفكر ده مش صح، لان انت بالشكل ده عمرك ما هتاخد الخطوه ان انت، لا انت هتيجي تقول طب انا هخش البطوله هتلاقي حد اقوى مني، لا مش هلعب. لا الفكر ده مش صح خالص. انت اتمرن، اتعلم التكنيك الصح، ابدا وبعد كده شارك في البطولات. اي اقرب بطوله ليك العب، ما انت احسن، انت وراك ايه؟ العب، انت العب وخد ممارسه، خد خبره، لان للعلم البطولات ليها خبره وليها امور تانية خالص. التمرين حاجه والتحضير حاجه والبطوله بتبقى حاجه تانية. يعني ممكن واحد يبقى في التحضير ما شاء الله عليه حاجه واو جامد جدا، بس يحصل معاه حاجه في البطوله ما يبقاش احسن حاجه. والعكس صحيح، ممكن يبقى في التحضير كويس ومعقول ويجي يخش في البطوله يعمل بي ار. فالبطوله في حد ذاتها ليها خبرات غير عاديه، ليها خبرات غير عاديه. فالاحتكاك دوت مفيد جدا وضروري جدا لاي لاعب عايز ينافس. يلا اخر عد. عاش عاش عاش. ايزي 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 ايزي. فو 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 سيف سيف. فكرني وقعت على خادي. الحمد لله. يلا الحمد لله تكون كسرش هتيجي ان شاء الله. هتيجي. لا بس ايه رايك في الاوزان بجد؟ لا خير. حسيتها صح؟ كتير. طب يا جماعه خلصنا السكوات، مش هنقول بقى الارقام السريه بتاعتنا. عندنا دلوقتي بنش بريس، وكنت بتكلم مع احمد في حاجه، بقول له هي حاجه احنا مش بنعملها يعني في البرنامج، بس بقول له ان في بعض الناس بتيجي في اخر البلوك بتبقى عايزه ان هي تجيب رقم جديد. بس انا عايز اسمع رايك. لو هتسالني على موضوع الاستعجال في اللاعب في النتائج، فنصيحه بدون زعل يعني، لا يشوف له لعبه ثانيه غير الباور ليفتنج، لان الباور ليفتنج عايز صبر، عايز صبر، وعايز ان انت يكون عندك جلد وصبر ويبقى نفسك طويل وتهتم بتفاصيل كتيره جدا. فدي من سمات الشخص اللي هيلعب اللعبه ديت، ان هو يبقى عنده صبر وعارف ان هو هيوصل لايه في النهايه. فده نقطه الاستعجال في النتائج. الشق الثاني كنا بنتكلم في، كنت سالتني في ايه يا سيف؟ بسالك الناس اللي هو بيجي مثلا عايز سيبني استعجل، هو عايز بس كل فتره تدريبيه 4 5 6 اسابيع. انا عايز اشوف انا وصلت، يقول لك انا عايز اشوف انا وصلت لفين، فيلا بقى اعمل مكسب. لا يجي واحد صاحبي يقول له بقول لك ايه، تعالى نجرب مع بعض وبتاع. هو ده برضه مرتبط بالرد على السؤال، يعني على الشق الاول من السؤال، ان هو لا مش كل 4 5 اسابيع هتيجي هتبقى عايز. ممكن في البدايه الكلام ده ممكن يكون يعني تلاقيه لواحد لسه بيبدا ما يعرفش اخره ايه في اللعبه او اخره ايه في الاوزان،
فممكن بيتطور بشكل كويس يعني، او شكل يرضي او شكل يكون ملحوظ، بس مع الاستمرار لا، لو زدت انت في البلوك كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو ده كده حاجه كويسه جدا يعني. فعشان كده بنقول ان اللعبه عايزه صبر وعايزه طول البال، وعايز ان انت تبقى عارف انت بتعمل ايه، تتمرن ليه، وهدفك ايه من التمرين. مش كل يوم او كل اسبوع او كل شهر هتيجي تعمل ارقام جديده بس. في حاجه يا جماعه يعني، في حاجه يا جماعه انا برضه كنت بتكلم فيها مع كابتن احمد، انا بعملها مع بعض الناس. انت دايما في التدريب يعني، احنا دايما في حاجات موجوده في الكتب، ومتهيالي ان كابتن احمد ممكن يوافقني، بس في حاجات انت بتضطر تخرج بره عشان برضه السيكولوجيه بتاعت اللاعب. ففي لاعب مثلا هو دايما عايز يجيب اخره، فاقول له خلاص احنا عندنا مثلا في البلوك ده وفي الفتره دي عندنا ثلاث عدات تقال، بعيدا بقى نبعد عن الار بي يو ما نعقدش الموضوع، تعال في اخر البلوك الثلاث عدات دول نحاول نلعبهم قريب شويه من الفشل العضلي، نسيب عده لحد الفشل العضلي اللي هي الار بي 9، بحيث ان هو ايه يبقى شال حاجه تقيله بس في سياق الفتره التدريبيه بتاعته. في نفس الوقت انا خليته ان هو في الاسبوع الاول والثاني والثالث لحد اخر اسبوع هو عمل لي الهدف اللي انا عايزه من البلوك، وفي اخر اسبوع هو لعب اتقل حاجه بسيطه، ازود الجهد بس كده كده احنا بنعمل دي لود او بنعمل بيفوت او بنعمل حاجه بتقلل الجهد ده او بتنظم الجهد ده. فده ممكن يكون حل لبعض الناس، بس مش احسن حاجه. مش لازم ان انت دايما تقعد تفكر ان انا عايز اعمل اتقل حاجه، اشيل اتقل حاجه، ازود هنا 10 كيلو 10 كيلو 10 كيلو، ده مش بيمشي كده. لعبه صبر من الاخر يعني. اكفل 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 ده حاجه في التكنيك، مش شرط ان انت تعملهم كلهم، بس انا شايف ان العناصر دي لو فكرنا فيها هتفرق معانا شويه. يعني اول حاجه انا بحب افكر فيها، او يعني ما تاخدهاش برضه بالترتيب، وضع رجلي. انا بشوف ان البنش ناس كتير جدا بتفكر فيه هو تمرين صدر وتمرين جسم علوي وكل حاجه، بس احنا في الباور ليفتنج في جزء من الباور بيطلع مني تمام. زمان كان الفكر ان ده دايما ينحط في مكان ايه، بقدر ازق منه لبعض لورا او يطلع بشكل الدايجونال بتاعي. انا دلوقتي اللي بحب افكر فيه ان رجلي دي هي العمود اللي بيثبت العمارة، مش هي مش فيها عواميد، ده العمود. من غير العمود ده التانية تتهد بتقول زي واحد صح؟ فده العمود بتاعي، ده ايه رجلي مهم. انا بحب انا عايز احط العمود الفقري في وضع يخلي رقبة الصدر يطلع فوق، انا عايز اكبره. العمود الفقري بتاعي عامل كده صح؟ عامل زي حرف الاس كده تقريبا. فهو لو كده هتلاقي هنا في تقويس، وهتلاقي هنا في تقويس خفيف صح؟ طب ازاي انا اكبر التقويس ده؟ عملت وقت كده. هو انا قعدت كده كده فبت خليت التقويس ده مفروض، يعني خليت الحته دي مفروض. لا اللي هيحصل ايه؟ رقبة الصدر هيطلع لفوق. بقى التقويس كله هنا. تمام؟ كده انا بقى ايه قفص الصدر بس لفوق، ده عكس السكوات والديد ليفت. فدي اول حاجه هنفكر فيها، ان انا البنش طريقه تنفسي فيها عكس السكوات والديد ليفت، حاجه ثانيه خالص، يعني كانك هنا في هواء وهنا في ميه. بالظبط. انا عملت كده خلاص تمام؟ مسكتي للبار، في ناس بتمسك كده، في ناس بتمسك كده، في ناس بتمسك كده. انا عايز امسك البار بطريقه تقبل. انا كل اللي انا عايزه ايه؟ ان انا احط نفسي في وضع ان انا ابقى تايت، وان انا اقصر الرينج اوف موشن جوه قوانين الار بي اف، جوه قوانين الار بي اف عشان دي نقطه. فانا هعمل كده. طب انا ازاي اقصر المسافه دي؟ لو انا ماسك البار كده مسافه كبيره، لو ماسكه كده مسافه صغيره بس ما عنديش باور. طب ايه المسكه اللي ممكن تكون ما بين البنين؟ انا بحب اعمل ايه؟ اعمل الف ايدي جوه اللي هو الانترنال تشر ايدي، ايديا تبقى عامله شكل الدايموند، في ناس بتسميها الدايموند جريب. بمسكها كده تمام؟ بس انا مش بمشي ان هي تبقى كده وتفضل كده على طول، لا انا بزق البار، بحس ان البار المكان ده من ايدي، المكان ده من ايدي تمام. انا بلف المكان ده في ايدي تمام. كل ده جميل جدا. فهو ملفوف كده بزق، بص لحظه ان انا بزق على كده. ليه بزق على كده؟ مع رقبتي، مع ان انا ضامن روح كده، انا حطيت اصلا نفسي في قرش اكبر من القرش اللي انت كنت فيه. خلاص كده كده احمد مدى حركه اقل من غير ما يعمل حاجه تمام. انا كده. طب انا ازاي اكبر القرش؟ لو انا بسيت اب من هنا بعمل كده في البار عمره ما يبقى القرش كبير صح؟ طب وانا فاهم دي وعامل دي كده وحاطط رجلي في المكان الصح، ايه الحل اللي هيحصل؟ ان انا قفص الصدر يعني انا فاهم دي اهو بظبط، انا كده قفص الصدر عايز يطلع صح؟ خدت البار ماسك اللي هي الدايموند، وانا طالع لو طلعت كده بقى فاضي ضعف، الف ايدي البار حاجه بسيطه. بص ان انا بدخل كوع، مش دايما بيقول لك خلي كوعك لجوه، دخل كوعك طلعت البار. وانا بص طلعت البار، انا دلوقتي طلعت البار بقى هعمل حاجه انا بحب اسميها الانتي شارب. ايه الانتي شارب ده؟ انا لما باجي ايه اللي شارب؟ الشارب دي كده. الانتي شارب كده. اللي بنسميه الناس بيسموها الديبريشن. انت دايما بتفكر ان انت لوح الكتف يبقى كده. صح؟ صح. انت عايزه يبقى كده؟ بعد كده بعد ما تطلع بقى تنزله كده.
طب هتقول لي يا سيف انه هيفك؟ طبيعي انه يفك اصلا. لو فضلت جابر لوح الكتف ان هو قافل على بعضه بقى نروح في الامه واصاباته وقرف كل بقى الحاجات بتاعت السوبر سبينيتس والانفرا سبينيتس تيجي اصلا من المشكله دي. فانت حطيت كتفك في وضع ثابت الى حد ما مريح ان هو يتحرك من غير اصابات في نفس الوقت. انت عامل كده صح؟ مش انا عامل كده بيلعب ترابيز كتير مش بتحسه داخل اللي عامل كده. طب لو عامل كده عملت ايه؟ فكل ده بيحدد ان انا بحط العظمه دي فوق. العظمه اللي انا بنزل عندها دي بحطها فوق تمام؟ لو تقول لي يا سيف طب انا الجلوتس بتاعتي فوق اعمل ايه؟ اقول لك انت رجلك اهي بص رجلي كده بتزق اهي صح؟ بتزق لورا هنزلها بص انت حتى هتحس ان هم بيحاربوا مع بعض. رجلي عماله تزق اهي بص حتى على جزمك تحس ان الوافه طالعه من جسمك. بفضل ازق في نفس الوقت بنزل الجلوتس. فبحط الناس ان انا في وضع ان انا بزق لورا. فالفلو كله بص ده العمود بتاعي وده الباب بتاعي. انا عايز الباب يبقى حلو. الباب بينزل كده الفلو كله كده الفلو كله من تحت لفوق كده. يمكن هي طريقه تفكير مختلفه ويمكن ناس كتير تشرح الطريقه دي في الاداء بطرق مختلفه. بس انا ليه عايز اوريك حلقه الوصل ليه من هنا وليه ببتدي السيت اب من تحت وليه بمسك المسكه دي وليه كل الكلام ده. هل احنا هنعمل كل ده مع احمد؟ لا هناخد حاجه حاجه. انا مش عايزك تغير وضع البدايه وضع السيت اب ومش عايزك تغير الكلام ده ومسكتك كل الكلام ده. انا عايز كل اللي اشوفه منك وضع الرقبه والانتي شوك بس. وهنلاقي ان شاء الله باذن الله اختلاف حلو. يلا بينا يلا بينا. هل هو منتلي كان شايف ان هو يقدر يشيلها؟ ده اول واحد يعني يعمل كده في تاريخ الاي بي اف. صحيح. الواحد يعمل اللي عليه والنتائج بتاعت ربنا تيجي ان شاء الله. ايزي حلو قوي. ان شاء الله. حلو حلو حلو. واحد. تعرف دي ايه اصلا؟ باك اوفس. بعمل ايه؟ اسبوع بحط توب ست، اسبوع بحط في توب ست. وازود من الاسبوع اللي قبله. مش ده الحاجه العرف او التقليدي. بس بالنسبه لك انسب حاجه. بالنسبه لي عشان شغلي ببقى قاعد، فاصلا ديد ليفت دايما ديسك 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 ديسك. لو عملت كده ما بقتش تصاب. ده ممتاز. وبرده حاجه ثانيه نقولها برده للناس ان مفيش حاجه اسمها صح 100% ومفيش حاجه اسمها غلط 100%. كل واحد يلعب اللي يناسبه، هيكله، ظروفه، في الوضع ده بيريحك في التمرين، غيرك ما بيريحكش في التمرين، فمفيش حاجه اسمها ان انت ثابت على الكل، مفيش حاجه اسمها ان انت تتمرن ببرنامج ده نفس البرنامج، كل واحد عنده بيغير. احنا دايما حتى بنقول احنا ايه بنجمع معلومات ودايما بنابديت. صح. هنغير. صح. ولا ايه؟ الله. هو ده تحس ان خف الوزن ها؟ ان شاء الله.
ايزي ايزي ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. ايزي 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 سيبك تروح بقى سيبك ايزي الله يخلي عبد عاش ولا حاجه عاش عاش ولا حاجه ولا حاجه فوق 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 توازن توازن ايه؟ توازن لا توازن انا عايز اقول لك اصلا ان اول حد فيه انا قلت هجيب اربع عدات لا 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 انا اول عدات شفتها كنت بس كده دلوقتي يا جماعه خلصنا التمرين طبعا زي ما انتم شايفين اتمرنت جامد جدا دلوقتي هنروح ناكل اكل. طب يا جماعه خلصنا التمرينه طبعا ما شاء الله كابتن احمد شال كذا وكذا وكذا مش هنقول سطر الحمد لله سطر احنا يعني يا جماعه والله انا شرف ليا ان انا بتمرن والله مع كابتن احمد عشان ما شاء الله يعني ويعني دي حاجه انا دايما عايز اقولها وانا دايما بقولها اتمرن عشان اللونجيتيفيتي يعني ان انت تفضل مكمل في اللعبه دي اكتر حاجه وانا حاسس ان كابتن احمد من اكتر الناس اللي يقدروا يدوا نصايح في الموضوع ده فقبل ما نقفل الكلام مع كابتن احمد احنا عايزين نساله سؤالين الناس تعمل ايه عشان تفضل مستمره في اللعبه 50 بقى 60 70 80 لحد بقى يعني مستمر تاني حاجه ايه النصايح اللي تنصحها لاي حد مبتدئ اول حاجه عشان خاطر تفضل مستمر اول حاجه عشان تفضل مستمر لازم تمارس الموضوع بصفه مستمره يعني ما تزهقش ما تحبطش وما لكش دعوه بحد انت بتنافس نفسك عشان تلاقي حالك خالص ولازم تلعب بطولات عشان تاخد خبره لو انت حابب ان انت تحترف في الموضوع او يبقى ليك زي ما بنقول كده اسم او ليك وضع في اللعبه لازم تلعب ولازم تاخد خبرات ده كله هيديك خبرات. تاني حاجه المبتدئ لازم ان هو في البدايه يعرف ان اللعبه ديت لعبه تخصصيه اكتر يعني مش زي البادي بيلدينج موضوع عام ان هو يخش يلعب 3 و4 ب 10 والكلام اللي انتوا عارفينه ده لا الموضوع هنا مختلف شويه. لازم يبقى عندك برنامج تمشي عليه لازم يبقى عندك طبعا في حدود امكانياتك مش شرط ان انت لا عادي ممكن تبدا بس تبقى عارف اللعبه على الاقل الاساسيات بتاعتها ايه وتصبر احتياجاتك ايه وتصبر وتتابع في يعني ناس زي كابتن سيف في ناس كتير جدا يعني ما شاء الله عندهم خبره وعندهم علم تقدر ان انت تستفيد منه وان شاء الله باذن الله تتطور يعني بس ده اسمعوا الكلام بقى اسمعوا الكلام. خلصنا يا جماعه مع احمد للاسف هو كان عنده مشروع مضطر يمشي بس والله دي حاجه من الحاجات او يعني تمرينه من التمارين العزيزه على قلبي بصراحه. المهم يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك ما تنسوش تعملوا شير ما تنساش تعمل سبسكرايب تفعل الجرس كل الكلام بتاع اليوتيوبرز ده. ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في فيديوهات يعني من نوع مختلف زي الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. كابتن احمد يا جماعه من اقوى الناس على مستوى قارة اسيا باذن الله باذن الله باذن الله هنحضر بطولة العالم وهفضل واحدة بوريكم بنوصل لفين. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا عايزين تشوفوا ايه الفترة الجاية. السلام عليكم.